قم بتحليل 40 سي تكعيب ناقص 5 دي تكعيب. إذن في هذه المعادلة لا يوجد شيء واضح حتى الآن. الأربعين لا يبدو أنها مكعبا كاملا، ولا الخمسة، لكن كل من هاتين العبارتين يقبلان القسمة على خمسة، لذا دعونا نستخرج الخمسة. فهذا يساوي خمسة مضروبة، لقد استخرجنا خمسة من هنا، 40 تقسيم 5 يساوي 8، 8 سي تكعيب ناقص دي تكعيب. الآن هي تبدو مثيرة أكثر للاهتمام، لأن 8 سي تكعيب عبارة عن مكعب كامل، الثمانية مكعب كامل، وكذلك سي تكعيب تعتبر مكعب كامل. إذن هذه مكعب كامل، وكذلك دي تكعيب فهو عبارة عن دي مرفوعة للقوة الثالثة. الآن مرة أخرى هذه تعتبر حالة خاصة، وسأخبركم كيفية كتابة صيغة الحالة الخاصة، وهي A تكعيب ناقص B تكعيب. إنني أكتبها بالصيغة العامة، تساوي A ناقص B مضروبة في A تربيع زائد A B زائد B تربيع. وكما تعلمون فإنه يمكنكم استخدام النمط الآخر الذي نعرفه، وهو مجموع المكعبات. دعوني أفعل ذلك بلون مختلف. مجموع المكعبات عبارة عن A تكعيب زائد B تكعيب، وهذا يحلل إلى A زائد B مضروبة في A تربيع ناقص A B زائد B تربيع. إذن لدينا إشارة سالبة هنا، هذا سالب وهذا موجب، وهذه إشارة موجبة وتلك سالبة. الآن يمكننا أن نضرب هذا إذا كنتم لا تصدقوني. لدينا A تربيع زائد AB زائد B تربيع ضرب A ناقص B. دعونا نضربها. إذن أولا لدينا ناقص B ضرب كل هذا، دعونا نضرب ناقص B بهذا كله فنحصل على، دعوني أكتب بهذه الطريقة، ناقص B تكعيب ناقص A B تربيع ناقص B A ناقص A تربيع B. لقد ضربت ناقص B بكل هذا، والآن دعونا نضرب A بهذا كله. إذن A ضرب B تربيع تساوي A B تربيع، A ضرب A B تساوي A تربيع B، ثم A ضرب A تربيع تساوي A تكعيب. الآن سوف نجمعهم، نحذف هذان وهذان، ويتبقى لدينا A تكعيب ناقص B تكعيب هنا. إذن أتمنى أنكم قد رأيتم الآن أن هذا قد نجح. هذه حالة خاصة جدا للاختلاف بين المكعبات. إذن يمكننا القيام هنا بإجراء التماثل النمطي. 8 سي تكعيب هذا يعادل 2 سي تكعيب. ودي تكعيب بكل وضوح، حسنا هذا يعادل دي تكعيب، لذا دعونا نستخرجه. إذن هذا يساوي، ودعونا نستخرج العامل المشترك 5، سأضع أقواسا هنا. هذا يساوي A ناقص B، A تساوي 2 C، ومن خلال إجراء التماثل النمطي هنا فإن B هي D، ولدينا B تكعيب تساوي D تكعيب، إذن هذا يساوي D، سيصبح لدينا D. A تربيع ضرب و A دعوني أكتبه هنا في المثال الذي لدينا تساوي 2 C، وفي النمط D تكافئ B.
A تساوي 2C، بالتالي A تربيع تساوي 4C تربيع. ناقص A ضرب B أي ناقص 2CD. ثم زائد B تربيع أي زائد D تربيع. وفي الواقع أنني أنسى الأقواس هنا وانتهينا. نعلم أنه بإمكاننا أن نستغني عن هذه الأقواس، وأن هذا يعادل 5 مضروبة في 2C ناقص D مضروبة في 4C تربيع ناقص 2CD زائد D تربيع. ربما أنك ترغب بأن تقوم بتحليلها مرة أخرى، وفي الواقع أن هذا الشيء ليس من الصعب القيام به. لقد قمنا بتحليل هذه باستخدام الفرق بين مكعبين. أراكم قريبا.